مرحبا، كوبيلوت مساعد الطيار هو عرض إرشادي حيث يدعم المتطوعون الآباء والأمهات الذين لديهم أسئلة حول رياض الأطفال أو المدرسة ويرغبون في الحصول على الدعم. المتطوعون يعملون في مهن مختلفة، كثير منهم أيضا أمهات أو آباء أو مدرسين متقاعدين. جميعهم متطوعين على دراية جيدة بالنظام المدرسي ويعرفون مدينة زيورخ بشكل جيد. يعمل المتطوعون في أوقات فراغهم ولا يحصلون على أي مقابل مادي. لماذا يشارك المتطوعون في مشروع كوبيلوت مساعد طيار؟ لأنهم يدركون بأن على جميع الأطفال أن يكونوا بحالة جيدة في المدرسة وأن يحصلوا على نفس الفرص التعليمية. عدا ذلك، يرغب المتطوعون بالتعرف على أشخاص جدد. يتم دعم كل عائلة من قبل المتطوع في برنامج كوبيلوت مساعد طيار، بحيث يزور الأسرة مرتين على الأقل شهرياً في المنزل أو يلتقي بهم في أي مكان آخر يرغب فيه الوالدان. يوضح أيضاً لأولياء الأمور نظام التعليم في سويسرا، فعندما يعرف الأولياء المطلوب منهم في المدرسة يمكنهم التعاون معها بشكل جيد، وهذا مفيد جداً ليحقق الأطفال نجاحاً وتقدماً في المدرسة. يقوم المتطوعون بشرح العديد من رسائل رياض الأطفال أو المدرسة لأولياء الأمور، كما يساعدونهم في ملء الاستمارات الضرورية، كما يجيبون على أسئلة الآباء مثل: ماذا يحدث في اجتماع الأولياء؟ كيف يمكنني التحدث إلى المعلم إذا كان وضع طفلي غير جيد في المدرسة؟ كيف يمكنني تسجيل طفلي في الرعاية أو الدورات خلال الإجازة؟ كيف أجد نادي كرة قدم لابني؟ أين يمكنني الحصول على دعم مالي للأنشطة الترفيهية لأولادي؟ أين يمكنني شراء أشياء رخيصة لأولادي مثل حقيبة رياض الأطفال أو المدرسة أو الدراجة الهوائية؟ يذهب المتطوعون مع الآباء والأطفال إلى المكتبة أو الملعب أو المركز الاجتماعي. هناك تبادل شخصي بين الوالدين والمتطوع. يمكن للوالدين طرح أي أسئلة. قد لا يستطيع المتطوع المساعدة دائماً، لكنه يخبر الوالدين أين يمكنهم الحصول على تلك المساعدة. بالنسبة لخدمات الكوبيلوت مساعد طيار، من المهم أن يتخذ الوالدان القرارات الخاصة بهم، لأنهم يعرفون أوضاعهم بشكل أفضل. إنهم يعرفون ما هو جيد لأطفالهم ولأنفسهم وماذا يريدون وما الذي ينفعهم. الآباء هم الطيارون والمتطوعون هم مساعدو الطيارين. المشاركة في برنامج مساعد طيار مجانية وطوعية للآباء، ويستمر العمل مع المتطوع لمدة عام وأطول قليلا. بالطبع يمكن أيضا إنهاء المشروع في وقت مبكر إذا رغب الوالدان في ذلك. لا يشارك المتطوعون المعلومات الشخصية مع أي شخص آخر. المتطوعون أيضا ليسوا على اتصال مباشر بالمدرسة، فقط إذا رغب أولياء الأمور في ذلك. من المهم أن يكون الوالدان مهتمين بالتبادل مع المتطوع. يجب أن يكون لديهم الوقت الكافي لتحديد المواعيد. يجب أن يكون أيضا ملتزمين بالمواعيد المحددة. من المهم إخبار المتطوعين بما ترغبون وما لا تريدون كي يكون التواصل واضح. إذا قمتم بالتسجيل فستتعرفون قريبا على مساعد طيار متطوع. مع تمنياتنا لكم بالكثير من الفرح مع مساعد الطيار وكل التوفيق.